السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي لكم فيديو مشتريات، اول مره مشتريات على القناه، مشترياتي من اكسيون. ولكن مشترياتي ماشي بحال المشتريات زعما اللي مولفين في اليوتيوب. انا مشتريات اللي هم علاقه بالقناه ديالي، مادام القناه ديالي كندير فيها الاكسسوارات ولي دي اي واي وهادشي ديال الاعمال اليدويه. فشريت شي حوايج من اكسيون وحبيت نشاركهم معكم ان شاء الله. شريت العقيق اللي القناه ديالي يعني تقريبا فيها بزاف الحوايج ديال الاكسسوارات بالعقيق. شريت هاد البواطه هادي، عجبتني بزاف، فيها هادو العقيق الطويل هكا، فيها ثلاث اربع الوان، وكل لون الديغرادي ديالو في هذا العقيق المكور شويه الكبير، راه ولا دابا بزاف تنباتو في كلشي كيتستعمل. عندي هنا الذهبي، هنايا عندي غير هذا العقيق الكبير في الوسط. وباش عجبتني بحال منظم، يعني ملي سالي هذا العقيق غيبقى ليا وزوينه. كتسد هكا بحال شي بويليزا، كتحليها هكا كتسد هكا من الجناب بحال شي بويليزا. لقيتهم رخاص بزاف البنات في اكسيون، باقي لهاد البواطه كلها شريتها بشي 2 اورو باش شريت هاد البواطه هادي. زوين، والعقيق حتى هو زوين صراحه، ماشي زعما غير شي عقيق ما زوينش. عجبتني الكاليتي ديال هاد البواطه، شريت شي وحدين اخرين ما عجبتنيش الكاليتي ديالهم، ولكن هاد البواطه هادي عجبتني الكاليتي ديال العقيق ديالها. شريت هاد القليبات حتى هما فيهم العقيق، هادو باقي مسدودين باقي ما حليتهمش. فيهم اللوان، شريت جوجات من هاد القليبات، واحد اخر خرج ليا ما زوينش. العقيق المكركب اللي كيكون مغلف من الداخل ما خرج زوين، خرج خايب. وباش زوينين فيهم سدادات لداخل. هاد القليب شريته واقيلا بشي 1.50 اورو، وانا غير سدادات كنشريهم غاليين، والبواطه فيها جوج سدادات في كل بواطه. شريت جوج قلوبه، شريت هذا وشريت هذا، في غير العقيق المكركب، وهذا فيه العقيق الطويل والعقيق المهرس، وتا هو فيه سدادات. مهم هذا الشيء اللي شريت في العقيق. شريت هادي اللي تا هي كان عندي هادي في الزرق اللي كنديرها هي الارضيه التصوير، شريت هادي تا هي في الخضر. تا الخضر كينفع الا كانوا الالوان مفتوحين، لقيتها تا هي في اكسيون عجبتني وشريتها. وشريت هادو البنات، هادو ورق اللي كيداروا كطبعي فوقهم شي حاجه، هي الا عندك لام بريموت في الدار راه كطبعي راسك، ما عندكش كتديهم لمول السيبر. كيطبع لك الموتيف اللي بغيتي وكتصلحيهم انت فوق الحوايج، يعني باش زوينين كتقدري تطبعي حتى شي تصويره ديال شي بيبي لا يلاه تزاد، وكتكتبي حداها شي حاجه وكتطبعيها وكتصلحيها فوق شي مخده ولا شي تيشيرت، ولا كتبقى عندك زوينه. انا شريتهم صراحه غير لقيتهم، وشريت كرتونه وحده وندمت على شريت غير وحده حيت كانوا رخاص. هما هكا تيكونوا من يعني كتطبع لك على هاد الجهه وكتصلحيها على البلاصه اللي بغيتي تصلحي فيها. تقدري ديري فيهم حتى سميتو ديال الشموع، كتطبعي فوقهم هذاك الشيء اللي كيكون في الشموع وكديري هادي. شتي هاني حيت وحده كيكونوا هكا ترونسبارون، كطبعي شي موتيف وكتلصقي على الشمعه وكديري بالسيشوار بحال الطريقه اللي كنت درت لكم تزيين الشموع بالمناديل الورقيه، راه كتقدري ديريها حتى بهاد الورق. هادو صراحه عجبوني وكانوا رخاص، وندمت على شريت غير باكيه وحده. غادي ان شاء الله نرجع لاكسيون نزيد منهم. وشريت هادو البنات، حتى هما حمقوني بزاف. هادو راه حتى هما كيتستعملوا في كل شيء، كيتصلحوا حتى هما على الثوب، راه ولاو كيداروا حتى في الجلالب. كتقطعي الموتيف اللي بغيتي وكتسقي في الجلابه. عجبوني بزاف، حتى هما كتقطعي وكتصلحي بالمصلوح، كيتصلح بالمصلوح وكيتصلح فوق الثوب. راني باقي كاع ما حليتهم، خليت كل شيء مسدود تنصور معكم الفيديو. ها انتم شوفوا، ها هما دايرين بحال كتاب، مجموعين هنا يعني باش ما يخسروش ليك، دايرين بحال شي كتاب هكا. كتقطعي البلاصه اللي بغيتي وكتبقاي محافظه عليهم في الكتاب. شوفوا هذا وهذا عجبني بزاف. هذا فايت لي شايفاه في واحد الجلابه عند واحد السيده في الفيسبوك، نسيت شنو سميت الفيسبوك ديالها،
وها هما يعني تقريبا نفس لي موتيف. صراحه زوينين بزاف، ديريهم في خيط في مخيطات، ديريهم ديريهم في زعما في بزاف د الحوايج. شريت هاد الباكيه وشريت هاد الباكيه، هادي حتى هي فيها وريضات، فيهم 8 ديال 8 ديال الوريقات كتلقاي في كل باكيه. صراحه زوينين، عجبوني بزاف بزاف. ان شاء الله دابا ندير معكم دي اي واي بهم، نصاوب معكم شي حاجه بهم. وشريت الفوغيغ البنات، غادي نصاوب لكم دي بروش. دابا راه ولاو بزاف لي بروش كيتصاوب القفطان سامبل ولا جلابه وكيدار فيه شي بروش في الجنب. راني موجده واحد البروش ان شاء الله غادي نصورو لكم. الفوغيغ حتى هو لقيتو في اكسيون ولقيتو رخيص، صراحه ما عقلتش شحال شريتو، ولكن اورو شي حاجه واقيلا للباكيه. هانتوما شوفوا فيها عامره الباكيه، الرولو زعما. هانتوما شوفوا شريتهم حتى هما، غادي نصاوب لكم بهم ان شاء الله دي بروش غزالين، نتمنى يعجبوكم. اشنو اخر شريت؟ شريت هذا الموس. هذا الموس البنات كنقطعوا به بالحق، ما كيقطعش الخشب، كيقطع غير حوايج اللي شويه غلاض، كارطون غليظ شويه، باقي صراحه ما حليتوش. فيه بزاف دريوسه. بغيت ندير لكم به حتى هو واحد دي اي واي ديال هاد البلاطويات وهاد البواطات اللي ولاو الحلوه. كيفاش تقدري تصاوبيهم من بدون الخشب ديال الليزر؟ يعني تقدري تصاوبيهم بوحدك بكارطون ولا بخيط، ما عرفتش انا كيف كيتحل هاد الموس هكا واقيلا. اي هكا يعني غندير لكم ان شاء الله كيفاش تصاوبوهم بوحدكم. دير بحال شي ستيلو وكتبدلي له الريوس ديالو. ها هما الريوس، فيه ثلاثه ديال الريوس، شريت غير واحد قلت نجربو بعدا، عجبني هو هذاك، ما عجبنيش ديك الساعه نشري كاليتي اخرى احسن، داكشي علاش شريت منه غير واحد. حتى هو ما كانش غالي بزاف صراحه، ما بقاش عندي الورقه ديال اكسيون باش نقول لكم الاثمنه، ولكن ما شريتش شي حاجه اللي فايته جوج الاورو، ما شريتش شي حاجه فايته جوج الاورو من اكسيون. شريت هذا، هذا طابع بحال الطابع، كطرس تديري فوق الصباغه وكطبعي فوق وفوق الخشب ولا شي حاجه، كتخرج لك هاد الزواقه هادي. تقدري تستعمل في بزاف د الحوايج، عجبني صراحه بزاف، هزيت منه غير واحد. وشريت هادو، هادو انا غادي نحيد بحال هادي، غادي نحيد منها هاد الموتيف اللي هنايا وغادي ندير فيها حجره، بغيت نصاوب بهم ديكولي ان شاء الله. هادشي كله غادي نشاركو معكم ان شاء الله. بالنسبه لاكسيون هادشي اللي شريت من اكسيون البنات. عندي شي حويجات اخرين بغيت نوريهم لكم، شريتهم حتى هما اكسيون، هادشي اللي شريت منه. هذا البنات ما عرفتش اشنو سميتو بالعربيه، سميتو بالالمانيه فيلز. هذا شريته من الدي، البنات اللي على برا راه كيعرفوا الدي، جايبو دابا مع الربع، جايبين بزاف الحوايج الاعمال اليدويه وجايبو الدي رخيص. انا كنشريه من واحد المحل كنشريه غالي. هذا كتقدري تصاوبي به شحال من حاجه. هانتي هنايا سمحوا لي البنات، هنا مصوري لك شي حوايج اللي تقدري تصاوبيهم به، ومعاه عاطيينك شي حوايج اللي تقدري تقطعي الا بغيتي تصاوبيهم وكيفاش. ولكن انا راني كنخدم به بزاف، كنصاوب به دي بغوش، كنخدم عليه البغوش، ما دايرش بحال الفيزلين. الفيزلين راه كي الا تصبن كيخسر. انا لقيت في واحد الفيسبوك ماشي بالعربيه، في واحد الجروب الجزائريات لقيتو سمي كيقولوا ليه الجخ، ما عمري سمعتها صراحه، وما عرفتش شنو سميتو بالمغربيه. ان شاء الله حتى هو راني قريب نصور لكم الفيديو ديال لي بروش، وفيه هنا بزاف الالوان. انا كنشري ديما غير الابيض من واحد المحل، وكنشريه غالي، كنشريه ب كنشري طرف واحد بحال هذا ب 75 سنت، المهم يعني ما وصلش اورو، ولكن انا هادشي كله شريته بجوج اورو 50 باش شريت هادشي كله. صراحه عجبوني بزاف. وشريت هادو، هذا طابع البنات كتقدري تعمريه بالقبص والقبس، وكتزوقي به شي بواطه الخشب صاوبتيها ولا شي حاجه. هنا انا شريت القبص ديالو والما باش كيتخلط. هادو كنشريتهم صراحه شحال هذا من واحد المعرض وبقاو عندي. وهذا هو المول فاش كديري القبص، كاين اللي يقدر تصاوبي به حتى شي حاجه بغيتي تزوقي به شي طورطه اولا شي حاجه. صراحه عجبني بزاف.
صافي، هادشي اللي شريت، هادو هما المشتريات اللي شريت البنات. نتمنى يعجبوكم ويعجبكم الفيديو، وانتظروا مني الجديد. يعني هاد الحوايج كلهم غنضفهم معاكم في فيديوهات جديدة. وإذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم.